هل يجوز أن نقسم على الله بالدعاء أم ذلك يكون للعلماء؟ لا، أقسم على الله تبارك وتعالى، ولكن لا تكثر من هذا الأمر. لكن إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء، لو أقسم على الله لأبره. يعني الإنسان لا مانع أن يقسم على الله تبارك وتعالى، ولكن ليكن لك يعني عمل صالح حتى تقسم على الله تبارك وتعالى. لكن لو أقسمت قد لا يستجيب الله لك، هذا القصد يعني، وإنما يستجيب الله تبارك وتعالى لمن كان من أوليائه، فكن من أولياء الله تبارك وأقسم عليه. يعني شوف البراء لما قال له الناس في معركة تستر لما اشتد القتال وحمي الوطيس وكذا، قالوا يا براء أقسم على الله، يعني تعبنا جدا مع هؤلاء الفرس، فقال الله إني أقسم عليك أن تنصره وأن أكون أول شهيد. رجل صادق، مو أقسم عليك أن تنصره بعدين يمشي بين الناس يقول أنا الذي أقسمت وأنا نصر الله، نصركم الله بي. لا لا لا، صادق مع الله تبارك وتعالى.